الكتاب ده خلاني أعيد نظر في حاجات كتيرة أوي. فعلاً يا دكتور مرتضى، في شخصيات كتير أوي موجودة في التاريخ الإسلامي تستحق مننا النظر والتأمل والبحث. أنا شخصياً من وجهة نظري، شخصية زي شخصية العز بن عبد السلام دي لازم تدرس لأولادنا في مدارسنا. هو الحقيقة مش العز بن عبد السلام بس اللي لازم يدرس، لا ده في شخصيات كتيرة جدا لازم تدرس زيه علشان ولادنا ياخدوا منها القدوة. للأسف الشديد معظم رموزنا الوطنية والتاريخية في حياتنا تعرضت للتشويه. فعلا دكتور مرتضى عندك حق، معظم رموزنا الوطنية والتاريخية تعرضت للتشويه بفعل فاعل. عارف ليه؟ علشان ولادنا يفتقدوا القدوة. أنا متأكد إن التاريخ هينصف كل اللي اتظلموا. ينصف؟ ده التاريخ نفسه ظلم ناس كتير. زي مين؟ ابن تيمية لما اتهموه بالتعصب وبالغرور وبالتشدد. واضح إن ابن تيمية كان متشدد قوي في آرائه. من الواضح بقى يا دكتور إن حضرتك ما تعرفش أي حاجة عن ابن تيمية. أرجوك يا حسين بلاش سخرية مني. أنا مش بسخر يا دكتور، أنا بقرر حقيقة. أنا قريت أجزاء كتيرة من كتاب الفتاوى الكبرى بتاعه. ولسه بتقول إنه متشدد؟ ابن تيمية ده شخصية فريدة في التاريخ الإسلامي، بطل بمعنى الكلمة، يعني ممكن يطلق عليه لفظ هيرو. هو كان قبل العز ولا بعده؟ العز توفي 660 هجرية، وابن تيمية اتولد 661 هجرية، واسمه بالكامل أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية. اسمه أحمد؟ وكنيته تقي الدين، وأبوه الشيخ عبد الحليم، وجده الشيخ عبد السلام الملقب بأبو البركات، وكان أحد فقهاء المذهب الحنبلي. هو من دمشق صح؟ لا طبعا، هو في الأصل من قرية اسمها حران، وبالمناسبة القرية دي عاش فيها خليل الله إبراهيم عليه السلام مدة طويلة. في القرية دي اتولد ابن تيمية وعاش فيها لغاية ما بقى سنه 7 سنين، لغاية ما الظروف اضطرته هو وأسرته ان هما ينتقلوا الى دمشق. اضطرته الظروف؟ هقولك دلوقتي ازاي اضطرته الظروف. في يوم من الايام كان ابن تيمية راجع من الكتاب اللي بيدرس فيه. ماشي ماشي لا بيه ولا عليه. وفجأة للبحث عن أحمد؟ قلت لك سأخرج للبحث عنه. إنك تهتم بما سنأخذه معا، ولكنك لا تهتم بولدك الغائب. هذا هراء. نعم إنه ولدي، لكن كيف أخرج للبحث عنه وجنود تطار يملؤون الشوارع ويقتلون كل من تصل أيديهم إليه؟ إذا فقد ضاع ولدي أحمد. ضاع أحمد. هويني على نفسك يا أم أحمد، هويني على نفسك. إنه ولا ريب يجلس مع أقرانه في الكتاب، عندما يحل الظلام سوف أذهب لإحضاره، وفي الغد بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نغادر حران إلى دمشق. لعن الله التتار، لعن الله التتار. هيا هيا ساعديني في جمع ما سوف نأخذه معنا. أحمد شش انقفري. هو ابني أحمد. قلت لك انتظري. أحمد ابني حبيبي. أحمد الحمد لله على سلامتك. كيف جئت إلى هنا؟ ولدي ماذا حدث لك؟ أجبني يا ولدي، كيف تمكنت من المجيء إلى هنا؟
ما الذي فعل بك ذلك؟ دعه يا عبد الحليم واحمد الله على عودته. حمدا لله على سلامتك يا ولدي، حمدا لله على سلامتك. تنظر إليها كذا وكأنك تعاتبني. لماذا تركنا حران؟ تسألني؟ من أسأل إذن؟ التتار لا يعرفون الرحمة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويغزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، صدق الله العظيم. لقد انكسرت شوكتهم في عين جالوت، لكنهم عادوا مرة أخرى يا بني ليحققوا أطمعهم في السيطرة على بلاد المسلمين. لماذا لم نبق لنحاربهم؟ نحارب من؟ الذين هجموا علينا وأرغمونا على الرحيل. أنت ما زلت صغيرا يا ولدي ولن تدرك ما سوف أقوله لك. بل قل يا أبي وسأدرك إن شاء الله. حسنا يا ولدي، إن التتار قوة لا يستهان بها ولا يمكننا الوقوف أمامها. نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، صدق الله العظيم. اضطر الناس للرحيل لأن المواجهة مع التتار تعني الخسارة. هل اطلعوا على الغيب؟ عندما نصل إلى دمشق بإذن الله سأجعلك تتلقى العلم على يد الإمام النووي. الإمام النووي صاحب الأذكار ورياض الصالحين؟ نعم. تحفظ كتاب الله؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا بني. إني أحفظ أيضا جميع الأحاديث الواردة في صحيحي البخاري ومسلم. ما شاء الله ما شاء الله. لماذا أرسلك أبوك إلي إذن؟ لأتعلم على يديك فقه الإمام الشافعي. تتعلم الفقه وأنت في السابعة؟ لقد تعلمت من أبي الفقه الحنبلي وأريد أن أتعلم منك الفقه الشافعي. ولكنك صغير يا بني على دراسة الفقه. سلني إن شئت. أعلم أن أباك الشيخ عبد الحليم هو أحد معلمي الفقه الحنبلي، وأن جدك رحمة الله عليه هو شيخ الإسلام عبد السلام بن تيمية، وأنك ولدت في بيت تضاء قاعاته بالعلم. ولكن هذا يا بني لا يعني استيعابك الكامل لأمور الفقه. قلت لك سلني إن شئت. أية ثقة تلك التي أودعتها ابنك يا عبد الحليم؟ هو حفيد شيخ الإسلام عبد السلام ابن تيمية. من شيخ الإسلام يا أبي؟ انظر إنه ما زال يسأل، معنى ذلك أنه يجهل الكثير. لن أجد في دمشق من هو أعلم من الإمام محيي الدين النووي ليكون معلما لولدي. المشكلة يا عبد الحليم أن أقرانه لا يتعلمون الفقه، بل هم ما زالوا في مرحلة الحفظ. اجعله إذن ممن يتعلمون الفقه على يديك. هم أكبر منه سنا. أنت تعلم أني أقوم بتدريس القرآن للصغار والحديث للفتيان وعلوم القرآن للشباب، أما الفقه فطلابه من الرجال، فهل يجلس ابنك بينهم؟ أليس من الظلم أن يجلس بين أقرانه وقد سبقهم؟ سألحقه بهم إن شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبا أحمد يا أبا أحمد، لكم أخشى عليه من حسدهم. اطمئني يا أم أحمد اطمئني، سيحميه الله سبحانه وتعالى من حسد الحاسدين وكيد الكائدين. لماذا لا يخصه الإمام النووي بالدرس وحده؟
الإمام النووي لا يخص أحدا بالدرس يا أم أحمد، لقد بلغ من العمر عتية، بمعنى أنه لا يستطيع أن يعطي الدرس أكثر من مرة واحدة في اليوم الواحد. لا تشغلي بالك بهذا الأمر، توكلي على الله. أخذنا الحديث عن أحمد ونسيت أن أسألك عن نفسك. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. ماذا فعلت؟ سأقوم بالتدريس في دار الحديث، لكن بمرتب أقل مما كنت أتقاضاه في حران. سيكفينا إن شاء الله، وسيجعل الله فيه البركة إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. ما معنى شيخ الإسلام يا إمام؟ ألم يخبرك والدك؟ ما كنت أسألك لو علمت الجواب. أخاف عليك من نبوغك المبكر. ألم تخبرني عن معنى شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام يا بني هو المتبع لكتاب الله، المختفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتقدم بمعرفة أحكام القرآن ووجوه قراءاته وأسباب نزوله، العالم باللغة وبالأصول وبالفروع وبالسنة نقلا وإسنادا وبالفقه ومذاهبه. هيا لقد تأخرنا على الدرس، إياك أن تنسى ما اتفقنا عليه. أجلس في آخر الصف ولن أقاطعك بالسؤال. وقوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أعطيت جوامع الكلم، وفي الرواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم، يعني به القرآن. واللغة التي نزل بها القرآن وتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أوسع اللغات مدى وأبسطها لسانا، وقد أطل علينا الإمام الشافعي ببعض لمساته في رسالته العظيمة خاصة باللغة العربية. كيف أفهم قول من لا أستطيع رؤيته؟ ابن من هذا؟ أهو ابنك؟ كلا، من تكون؟ أنا مثلك طالب علم. مثلي؟ ماذا هناك؟ طفل يجلس بيننا. دعوه فهو سيحضر الدرس معكم. ولكنه صغير. ويلك يا هذا، أتعترض على الإمام النووي؟ حاشا لله. نعود إلى درسنا مرة أخرى، ونعود إلى قول الإمام الشافعي بخلو القرآن الكريم من أي لفظ أعجمي. يقول سبحانه وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. ويقول الإمام الشافعي: ألا أحد يعرف إعجاز القرآن الكريم إلا بمعرفة إعجاز لغة العرب. ماذا؟ أيشغلك اللعب عن المذاكرة؟ إني أتأمل الفقاعات والانكسارات التي يحدثها الحجر عند إلقائه في الماء. هي قوانين الطبيعة. يبدو أن قوة كامنة داخل هذا الحجر. الأحجار فيها من الأسرار مثلما في النبات والحيوان؟ نعم يا أبي، إن الحجر الكبير له قوة دفع تختلف عن الحجر الصغير. من حدثك في أمور المنطق والفلسفة؟ الفلسفة كلمة إغريقية تعني حب الحكمة. إنها بالفعل تعني حب الحكمة، ولكنها في ذات الوقت تجلب الشرور. كيف؟ تفسد العقول وتوقع بين العلماء. الفلسفة؟ قد بلغ مجد الإسلام ذروته في القوة والفتح والعلم إلى أن وفدت علينا الفلسفة، فراح العلماء يؤولون نصوص الشريعة الإسلامية كي تتفق مع هذه الفلسفة الوافدة، فمسخوا تعاليم الإسلام، وزعم بعضهم أن الإسلام ظاهر وباطن، ومنهم من اشتغل بتأويل آيات الأسماء والصفات، فكان الاختلاف الذي أدى إلى الإلحاد والزندقة، وأدى أيضا إلى الاعتزال، لكن لم ينجو من هذا الضلال والانحراف،
إلا المستمسكون بكتاب الله سبحانه وتعالى وهدي نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام. الذين عاصمهم الله سبحانه وتعالى لتمسكهم بنصوص الشريعة الثابتة، فكانوا في وجه طيار الفلسفة الجارف وعاصفته الهوجاء كالجبل الأشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد أرسلني الإمام النووي كي أحدثكم عن الفقه الشافعي بدلا منه. ولماذا لم يأتي هو؟ لأنه لا يستطيع الخروج من داره بسبب مرضه. وسوف أحدثكم الآن يا إخواني عن حكم الاستعانة بالفجرة والكفرة عند الجهاد. ويرى الإمام الشافعي رحمه الله جواز استعانة المسلم بالكفرة، أما الإمام مالك فيرفض ذلك إلا إذا كانوا خداما للمسلمين، أما أحمد فيرفض الاستعانة بهم تماما. سيدي، لماذا لم تذكر شروط الشافعي لجواز هذا الأمر؟ شروط الشافعي؟ من يكون هذا الطفل؟ إنه يحضر معنا برخصة من الإمام النووي. يحضر معكم؟ اجلس اجلس، وإياك أن تقاطعني مرة أخرى. إنك تجاوزت رأي الشافعي دون الحديث عن شروطه. شروط ماذا؟ هو لا يجيز الاستعانة بالكفرة إلا بشرطين. لماذا لا تجلس هنا لتتحدث بدلا مني؟ اجلس اجلس، ليس لدي وقت كي أضيعه مع الأطفال. هذا هروب أم جهل؟ جهل، والله والله لن أكمل الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقول لعالم أسن منك وأعلم من أبيك هذا هروب أم جهل؟ إنه لم يحدثنا عن شروط الشافعي للاستعانة. حتى وإن أخطأ هو العالم، هو أسن منك، وكان ينبغي أن تنصت له لا أن تتهمه بالجهل. لقد أدرك خطأه يا أبا أحمد. بلا سأل أدب، وهو يعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقولك لمعلمك هذا جهل، إنما هو البذاءة بعينها. أين حسن الخلق الذي كنت تتمتع به؟ ها؟ ماذا جرى لك يا ولد؟ هل أصابك الغرور؟ هو سيذهب للشيخ عدي ويعتذر له أمام الجميع. هذا أمر لابد منه، لكن لابد له من عقاب رادع حتى لا يسيء الأدب مرة أخرى. عاهد يا أحمد بأنك لن تفعل ذلك مرة أخرى. لن يذهب إلى حلقة الإمام النووي مرة أخرى. أرجوك أرجوك يا أبي أرجوك، إني أريد المزيد من العلم. عقابك أرجوك. هو الابتعاد عن العلم. أرجوك يا أبي أرجوك أرجوك. أين الطفل أحمد؟ هو لم يأكل اليوم. علي أن أعترف لكم يا إخواني أن الطفل أحمد كان على صواب، لأن الإمام الشافعي رحمه الله اشترط للاستعانة بالكفرة عند الجهاد أن يكون المسلمون قلة والمشركون كثرة وقوة، وأن يكون لهم ميل لنصرة الإسلام.
أحمد يا ولدي، لماذا لم تقرب الطعام اليوم؟ لم يعد للطعام فائدة يا أماه. كيف؟ كنت أشتهيه ليعينني على المذاكرة، أما الآن عليك أن تعترف بخطئك الجسيم في حق الشيخ عدي. لقد دفعتني سخريته مني إلى ذلك. أيقابل الإنسان الخطأ بخطأ مماثل؟ سأحاول مع أبيك مرة أخرى لعله يوافق. حمدا لله على السلامة. الحمد لله، بلغني ما كان من ولدك أثناء الدرس. لا أدري بأي الكلمات أعتذر، لقد عقبته عقابا شديدا ومنعته من حضور حلقة الدرس. لا يا عبد الحليم، هو أراد أن يصحح الخطأ الذي وقع فيه الشيخ عدي. أراد أن يصحح الخطأ بخطأ؟ لقد عرفت الأمر كله، سيكون لابنك شأن عظيم إن شاء الله. هيا بنا. هيا هيا. أحمد هيا استعد كي تذهب إلى حلقة الإمام النووي. ليس بعد يا أحمد، إنها مجرد محاولة يا أبي. انتظر يا بني، انتظر حتى تزداد تمرسا بالحياة وأحوالها. وما علاقة تفسير القرآن الكريم بالحياة وأحوالها؟ لن تدرك الإجابة إلا بعدما يجلل الشيب رأسك. أبي، لقد عرضت هذه المحاولات على الشيخ مجدي الدين ابن عساكر، فنصحني بإتمامها وتدريسها أيضا. ولو أن الإمام النووي رحمه الله. لا تكن عجولا يا ولدي، فالمتربصون بك أكثر بكثير من المشجعين لك، وأنت تعلم ذلك جيدا. نعم، ولقد طلب مني الإمام النووي رحمه الله وأنا في 16 من عمري أن أوضح مسألة فقهية، بل وأجلسني مكانه أيضا. خطبت الجمعة؟ ما شاء الله، الله أكبر، وكنت ما زلت في 17 من عمرك. نعم يا أبي، وأنت أيضا أقررتني معلما في مدرسة الحديث. ومنذ ذلك الحين وأنا لم أسلم من القيل والقال. أتدري ما سيحدث لأحمد لو ترك مدرسة الحديث؟ ماذا؟ سيصبح من أغنياء دمشق. كيف؟ نساء المدينة يبعثن إلي بأبنائهن ليستمعوا إلى ولدك أحمد، ولو طلب من كل واحد منهم 10 دنانير في الجمعة الواحدة لأصبح أغنى من الأمير، ولكنه يأبى ذلك. الناس فقراء يا أماه، مزق الجوع أحشاءهم وأعمى عقولهم، خوت بطونهم فخوت عقولهم. تلك هي مصيبة عصرنا. صدقت يا أبي، تلك هي مصيبة عصرنا. يلقب نفسه بتقي الدين ويجلس على أريكة أبيه متفاخرا
بصغر سنه؟ أصابه الغرور والخيلاء فجلس يلقي الدرس بلا كتب ولا أوراق. قيل لي إنه حول مدرسة الحديث إلى الفتية. ليس ذلك فقط بل إن العامة في الطريق يستوقفونه ويسألونه في أمور الدين. هي خطة محكمة لتحويل مدرسة الحديث لتصبح مدرسة حنبلية. مدرسة حنبلية؟ ولكني أعلم أن ابن تيمية قد درس الفقه على المذاهب الأربعة. ها، درس الفقه؟ إن كان هو قد درس الفقه فما قولك فيما درسته أنا؟ ومن أنا؟ من أنا حتى أتحدث عن الشيخ سيف الدين المنصوري أعلم أهل الشام جميعا؟ والله والله لو أن ثمة عدلا في هذه البلاد لأصبحت أنت إمام الجامع الأموي. هذا حقي، بل هو أقل من حقي. ما رأيك لو تحدثت مع الأمير جمال الدين الأفرم نائب السلطان على دمشق في ذلك؟ إنه حقك ولن يعترض أحد من العلماء على ذلك. أتأتي معي لمقابلته؟ أنا رهن إشارة الشيخ المنصوري. ليس بين الأئمة أصحاب المذاهب خلافات حول جوهر العقيدة، فكلهم يتفقون على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أي أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هؤلاء الأئمة يوصون تلاميذهم ويقولون لهم: إذا صح لكم حديث يخالف قولنا فاتركوا قولنا واتبعوا الحديث. وكان هؤلاء الأئمة العظام يوقرون بعضهم بعضا ويفيدون من آراء بعضهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تعلم أن هذا الأمر يخص السلطان. السلطان الناصر محمد بن قلاوون لا يرفض لنائبه على دمشق أي مطلب عادل. ومن أدراه بأنه من المطالب العادلة؟ إني على استعداد لمناظرة كل علماء دمشق، بل كل علماء الشام. ها؟ فإن وجدت من هو أعلم مني فاكتب للسلطان وأشر عليه بتعييني. وابن تيمية؟ عبد الحليم ابن تيمية؟ بل ابنه أحمد. لا يا مولاي، هذا ظلم لشيخنا وأستاذنا المنصوري، إذ لا يصح أن نقارنه بذلك الشاب الضئيل الضعيف الذي لم يقرأ ربع ما قرأه شيخنا وأستاذنا المنصوري. يبدو أن الأمير الأفرم قد صدق الشائعات التي يطلقها العامة على ذلك الشاب. لقد استمعت إليه غير ذي مرة. كل علماء دمشق يعرفون مدى جهله ويدركون أن جلوسه على أريكة مدرسة الحديث إنما كان بإجازة أبيه. الشيخ المنصوري يمكنه إثبات جهل ابن تيمية في مناظرة يحضرها الأمير الأفرم نائب السلطان على دمشق. أحمد، ودن مني يا أحمد. لبيك يا أبي. إيه؟ ماذا بك؟ تبكين جزعا من الموت؟ أبقاك الله يا أبا أحمد.
كل نفس ذائقة الموت. أين عبد الرحمن؟ لقد ذهب يا والدي لإحضار الطبيب. إذا أنا مت في مرضي هذا فلا تتبعني نائحة، وإذا دفنتموني في قبري فصبوا علي التراب صبا، وإذا فرغت من دفني فلا تتركوني وتسرعوا إلى الدنيا. لا 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 تقل هذا يا أبا أحمد. هل تعترضين على قدر الله؟ اسمعني يا ولدي، فلعلها الكلمة الأخيرة. تكلم يا أبي وقل ما تريد. إذا فرغت من دفني فأقيمه قليلا عند قبري فأستأنس بكم حتى أعلم ما أراجع به رسل ربي. اللهم إنك أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فارتكبنا. هذا مقام العائذ بك، فإن تعفو يا رب فأنت أهل للعفو، وإن تعاقب فبما قدمت يداي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أبي إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الحليم، هما إياك وأفعال الجاهلية، إن الموت حق علينا. عبد الله، أنسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. السلام عليكم. لقد أحضر بهذه السرعة. هي رحمة من الله يا عبد الرحمن. هيا يا أمي لنقوم بتغسيله معا. لا أستطيع، لا أستطيع. ثباتي ثباتي يا أماه، ولا تجعل الشيطان ينتصر على ما هو حق، فإنه يجيد اختيار الوقت. الأمر صعب يا ولدي، الأمر صعب. إذا استحضرتم عظمة الله تعالى أمامكم فلن تبالوا بأصعب الأمور. مولاي السلطان ما هذا يا سعد؟ أين السلطان قازان؟ هو في جولة وسط الجند. جولة وسط الجند؟ وهل سأنتظر كثيرا؟ هو على وشك الوصول، لكن طمئني. ماذا فعلت؟ كل شيء على ما يرام. والشيخ المنصوري؟ سيعبئ الناس لاستقبالكم. هل تحدثت معه؟ إن الوقت لم يحن بعد.
كيف والسلطان الأعظم قازان يريد أن يحتل دمشق؟ نعرف ذلك، ولكن كما قلت لك لابد من تهيئة نفوس الناس لاستقبالكم أولا. قلت إن الشيخ المنصوري يستطيع أن يفعل ذلك. ويستطيع أن يفعل ذلك وأن يفعل أكثر من ذلك، ولكن لابد من سبب يدفعه لفعل ذلك. ولاية دمشق؟ لا، هو لا يطمع في أكثر من إمامة الجامع الكبير، ولقد تحدث بإعاز مني مع الأمير الأفرم نائب السلطان قلاوون على دمشق. بإعاز منك؟ أنا أعلم أن الأفرم لا يريده ولا يحبه، ولذلك لن يوافق على مطلبه. لما إذن أشرت عليه بذلك؟ عندما يرفض الأفرم مطلبه فإن الشيخ المنصوري سيعلن غضبه ونقمته على الأفرم وعلى قلاوون. عندئذ أستطيع التحدث إليه في أمر تهيئة الناس لدخول التتار. يا لك من شيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت يا صدر، أحسنت. البقاء لله يا أحمد. شكرا لله على ما كان منك أيها الأمير. والدك كان أحد العلماء الأجلاء رحمه الله. من في رأيك يحل مكانه كشيخ مشايخ مدرسة الحديث؟ من فضل الله على دمشق أنها مليئة بالعلماء الأجلاء. ما رأيك في الشيخ سيف الدين المنصوري؟ ومن أنا كي أتحدث عن عالم جليل كالمنصوري؟ تقي الدين خير نعت لصاحبه. أنت من الآن شيخ مشايخ مدرسة الحديث. أنا؟ نعم أنت. ولكن الأمر غير قابل للنقاش. جن على ريب. لا يجب السكوت على هذا أبدا. هل خلت دمشق من العلماء حتى يأتي الأفرم بذلك الشاب ويفرضه على الجميع؟ متى كانت مشيخة مدرسة الحديث تؤرث؟ ماذا نفعل يا شيخنا؟ الأفرم معجب بابن تيمية ويعتقد أنه نابغة عصره. سأثبت له جهلة. عندي خطة لفعل ذلك. هاتها. نعم يا إخواني، لقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه، وأنه قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. وورد أيضا في الخبر أن الصحابة رضوان الله وسلامه عليهم كانوا يصلون حفاة ومنتعلين. هل الضحك في الصلاة يبطلها؟ التبسم يا أخي لا يبطل الصلاة، أما القهقهة فإنها تبطلها، ولكنها لا تنقض الوضوء، وذلك عند جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد. ويستحب له أن يتوضأ لكونه أذنب ذنبا. أفتنا يا شيخ أكرمك الله في معنى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن على العرش استوى. صدق الله العظيم. لم نرك يا أخي في مجلسنا هذا من قبل. نعم، إني من حماه، وقد جئت خصيصا لسماع رأيك. قضية الأسماء والصفات قضية قديمة،
تحدث فيها الأئمة والعلماء، فقد قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقال الإمام أحمد: استوى على العرش كيف شاء وكما شاء، وبلا حد ولا صفة يبلغها واصف. وفي هذا تنزيه وتفويض، وليس فيه تخريج لللفظ على غير الظاهر أو الظاهر. سيدي، إن أهل حماة قد لا يأخذون بروايتي، فاكتب فتواك بخط يدك حتى تكون حجة معي. سأكتب لك رأيي كاملا في هذا الشأن إن شاء الله. ماذا فعلت أيها الشاب؟ هذه هي رسالة سيدي. عظيم عظيم، أنت شاب رائع. أريدك أن تعلم أننا لا نبتغي إلا مرضاة الله، لذلك عليك أن تنصت جيدا لكل ما يقال، وأن تبلغنا أولا بأول بكل ما يدور. ها، خذ يا بني. شكرا لك يا سيدي. سدد الله خطاك، انصرف يا بني في رعاية. شكرا لك يا سيدي. شكرا لك. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. إن الشورى لازمة لأولي الأمر جميعاً، لا للسلطان والأمراء وحدهم. وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس جميعا. فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة لله ورسوله. ما شاء الله ما شاء الله، أما زلت مستيقظا يا ولدي؟ أريد أن أنتهي من وضع هذا الكتاب إن شاء الله. أحمد، هل اطلعت على هذه الأوراق؟ هي أوراق أبي؟ مخطوطات لكتب لم يتمها. هذا أهم مما أكتبه. جمعتها في هذا الصندوق ووضعته في غرفتك، علك تجد فيها ما يروق لك. بارك الله فيك يا أمه. سأذهب إلى غرفتي يا ولدي لقراءة القرآن الكريم، وإذا أردت شيئا فنادني. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن من حفظ حديثا ولم يعمل به فقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. صدقت يا رسول الله،
ورحمك الله يا أبي. وما رأيك أنت؟ ألم تقرأ الرسالة؟ قرأتها؟ إنها مليئة بالأخطاء الجسيمة التي لا يقرها الشرع، والتي تخرج صاحبها عن ملة الإسلام. هذا اتهام لابن تيمية، وواجبك كولي للأمر أن تحاكمه. لم يثبت عندي أنه خرج عن رأي الجماعة. ثبت عند العلماء. مولاي الأمير، إنك فارس محارب تجيد القتال بالسيف وتحسن الإدارة ورسم الخطط، أما أمور الدين فلها رجالها من العلماء، ورأيي أن يساق هذا الشاب إلى المحاكمة.